في إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات خاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، ذلك انطلاقا من دور الوزارة المجتمعية. استمرارا لفعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان برعاية السيد رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات في المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي كتر ألف ألف خيره إن هو قدم لنا النهاردة حاجة جميلة جدا. ربنا يخلي وزارة الداخلية وأهل وزارة الداخلية ويجعل حسكم معانا. شاكرين، جزاك الله كل خير، وجزاة السيسي كل خير يا رب، وإن شاء الله ربنا يعطيه اللي فيه الخير بإذن الله. نشكر وزارة الداخلية جدا يعني على اهتمامهم بينا. ربنا يرعاكم ويحفظكم يا رب، ربنا يرعاكم ويحفظكم دايما يا رب، دايما دايما. تحيا مصر. بشكر سيادة الرئيس إن هو بيقف معانا دايما وبيساعدنا وعلى طول واقف جنبينا وبيدعم كل الناس اللي محتاجة، وكتر خير إن هو بيقدر يعني يساعدنا ويفضل دايما يساعدنا يا رب. ربنا يبارك لنا فيك يا رئيس. نبسطونا والحمد لله، إن شاء الله يبارك فيهم ويديهم الصحة والعافية يا رب. طبعا هم المصريين. الله يبارك فيكم وينصركم وبارك فيكم. شعب مقدر قيمة بلده. الحمد لله على ان الرئيس السيسي ان هو بعت لنا مبادرة ان تسأل علينا. دخلت الضباط فرحتنا جدا طبعا، وسؤالهم ولغاية ما بيقولوا لنا احنا زي اولادكم لو انتم محتاجين اي حاجة. استقبلت السيدات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير، تقديرا لما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لهن على مدار العام. بنشكر رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. نشكر وزارة الداخلية على تفاهمنا ان هي تجينا وتشرفنا في محافظة الوادي الجديد. طول عمر الشعب ده ايد واحدة في البط واليوم الدين. حسيت بفرحة وسرور والله العظيم، حسيت بيكم بصراحة. أشكر مبادرة كلنا واحد، وبوجه تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له وكلنا معاك يا ريس، وبنشكرك وتحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. والله فرحانة ومبسوطة إن أنتوا جيتوا خبطتوا علينا. طول عمر الشعب ده إيد واحدة. شكرا لمبادرة كلنا واحد إن هي مساعدانا وواقفة معانا، وشكرا لسيادة الرئيس إن هو داعمنا دايما. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تحمل مساعدات عينية متنوعة إلى السيدات وبخاصة المعيلات، سواء في الأماكن التي أعدت لاستقبالهن أو بأماكن إقامتهن، والتي حرصت الوزارة على التوجه إليها بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بكل المحافظات. شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكراً لضباط جنوب سيناء، وشكراً لكل الناس اللي تعاونوا وعطونا الهدية الجميلة دي قوي. والله إحنا مبسوطين وكويسين وفرحانين باللي هم بيعملوه معانا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها. تحيا مصر، تحيا مصر متمرة. تحيا السيسي. أنا فرحانة النهاردة بجاتنا مبادرة كلنا واحد. تحيا مصر وشعب مصر وكل مصر، وخلينا الرئيس. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي حاجة معانا مساعدنا بيها. وعمر يا مصر عمار يا
كل سنة حضرتك طيبة وإحنا دايما موجودين معاكي في أي وقت وفي أي مكان. دعم متواصل ومساهمات إيجابية من وزارة الداخلية تجاه المجتمع بكل فئاته وفي المقدمة المرأة وبخاصة المعيلة، لتؤكد وزارة الداخلية أنها داعم رئيسي للمجتمع على مدار العام بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. رئيسنا السيسي إن هو أول رئيس يستهم بالمرأة المصرية في سهاج. مبسوطة والشعب كله مبسوط وكلنا بخير وخلينا الرئيس السيسي. ده هدية حلوة قوي من يدكم ويبارك فيكم وتطرح فيكم البركة والجنة طوالي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تواصل وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة المرأة. من هنا كانت مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المرأة بخاصة المرأة المعيلة في كل محافظات الجمهورية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.